ساعات كديرين لاباس عليكم اموركم هانيه نتمنى تكونوا بخير وعلى خير عرفتوا اليوم فقت بكري مع شي 8 7 ونص الصباح مشيت ديت وليداتي فطرتهم ديتهم مدرسه جيت فطرت ضربتها بواحد الفركه لهاد الدار فركتها كامله الفوق والتحت وبون الفوق كان عندي البارح حيدت عليا دوك التصبين وداك الشيء ديال الطويان وداك حيدتهم عليا كان بقى لي غير هكا عمل فوق نقاد البلايص منين نفق ولادي ونصاوب الناموسيات وديك شي كم عارف نخلو الدنيا نقية وكانت بقى لي الكوزينة والتشفاف والصالون شي شوية بحال هكا أما الصالون السيمانة اللي فاتت كنت خرجته كامل وغسلت من ماشي غسلت زعما شطبت من موراه وديك شي ساو ما تقص بالبلايرينا أختي إيمان قولي لنا المفيد الموفيد كما قلت لكم غادي نمشي دابا شحال 11 قلت ولوت راهي كتبان لكم هنايا دابا 11 قلت ولوت صافي كما شفتوا مهنتي خالصين كوزينتي مجموعه غادي نمشي نتقدى شي لعيبات خاصيني الدار الماء والحليب والبيض وداك الشيء و غادي نشري شي لعيبات خاصيني حتى الكوزينه اليوم غادي نشارك معكم المشتريات ديال الكوزينه لان باغا نبدل واحد البلاصه راكم انا غنوريها لكم واحد البلاصه عندي كاتاستروفيك غادي نوريها لكم دابا باغا نبدلها باغا نشري لعيبات بحال هكايا طبيعه الحال غادي نشارك معكم كل شيء انا ندور لكم باش تشوفوا الفكره اللي عندي انا وها هي الجهه كما شفتوا هاد القويمه شريتها داك النهار كانوا دايرين فيها التخفيض وعجبتني بزاف وخديتها بحال هكايا للطياب ديجا جربتها طيبت فيها عرفتو ما كتحرق ما حتى شي حاجه خصني نزيد منهم عجبتني بزاف والبلاصه اللي قلت لكم بغيت نبدل هي هذه شوفي كيفاش عندي فريمون مرونه لواحد الدرجه ما تخيلوش شوف عندي شي فوق شي داكشي صوبغيت نبدلها غنمشي نشري دوك لي اورغانيزاسيون اللي كيديروا فيهم بحال قريعات بحال هكا بحال هذا الشكل غادي نشري منهم وهذا المجار هذا حتى هو ما عجبنيش شوفوا كيفاش داير مرون اي حاجه تنبغي نجبدها ما كتبانش ليا عندي هنايا مواس صغار ما تيبانوش عندي واحد الروينه ما تخيلوش سو اللي غادي نشري هو انني غادي نطلب من امازون وديجا طلبت راه وصلتني واحد الاورغانيزاسيون هنايا ديال اللي كيصاوبوا فيه الفريشطات والمعالق وداك الشيء وخديته في الخشب باش نبقى على حسب لوطم ديال الخشب خديتها في الخشب غادي نشاركها معكم من امازون خديتها و غادي نشوف دي اورغانيزاسيون اخرين اللي نقدر ندير فيهم مثلا الالومنيوم هادشي ديال البابي فيلم وداك الشيء سو غادي نوريكم كيفاش غنرد هاد المجوره هادو راكم شوفوا هنايا عندي فين كندير الاولاد داكشي ديال الكوطي ديالهم عرفتوا راه هاد المجر تيكون عامر دائما بهادشي ديال الحلويات وهادشي ديال الكوطي وهنايا هنا بلا ما نوريكم راه ديجا عندي هانتوما عندي التخربيق ديال كلشي هنا غادي نحيد هادشي كامل اللي ما تليش بغيتو غادي نرميه اللي ما عندي ما ندير به غادي نزوطو والباقي غادي نوريكم في الاخر كيفاش غادي نصاوب هاد البلاصه هادي كما قلت لكم هذا هو البلان ديالي ديال اليوم هو انني نشري هذوك اللي كيستفوا فيهم دوك العباد لي اورغانيزاسيون اللي كانوا باقيين شوفوا شعري شحال طوال نهار الاربعاء خديت رونديفو قلت غنمشي نقطعو نحيد لي بوينت كبروا ليا بزاف وتا هو طوال ليا بزاف ولا تيعذبني ما بقيتش قصة القراحتي سو غادي نقطع منه لي بوينت غادي ندير ليه شي ادراتاسيون تهلاو في راسنا نهار الاربعاء وكما قلت لكم غادي نمشي باش نشري دوك لي زورغانيزاسيون اللي باقين خاصني باش نصاوب ديك البلاصه في الكوزينه طبيعه الحال غنشارك معكم كلشي جو بونس غادي ندوزو لشي بلاصه نشوفو فيها هادشي ديال الطويبلات حيت هاد الصالون قلت لكم كما قلت لكم في الفيديو اللي فات بغيت نبدلو سو ليتس جو كما شفتو مشينا لهاد المحل هذا كنقلبو على طويبله ويعني وفوتويا تحتها هما يا تنشوفو هاد المحل هذا اللي دخلنا ليه لقيناه غير في جوجل ماب ومشينا كنشوفو ولكن عرفتو الغلا عندهم في هاد المحل اصلا ما عجبتني حتى شي حاجه لان كنقلب انا على طويبله اللي تقدر تجيني في الصالون على حسب المعايير ديال
خصني واحد المتروات اللي ما يكونوا اكزاكت، يعني ما يزيدوا لا سنتيم لا ما ينقصوا سنتيم. هذاك الشيء علاش هما كما شفتوا عندهم هاد الطوابل كبار، يعني ديال الديور كبار. هذاش لا ان شاء الله ملي نشريو دارنا ناخذوا شي حاجه هكا تكون كبيره، ما حاليا باقي حنايا شي حاجه صغيره اللي تجينا في الصالون. عرفتوا الطوابل هذه دايره حتى هي فن فن فن، ولكن انا ما خصنيش دايره على حساب الصالون ديالي لانه مستطيل، خصني شي حاجه مربعه. هاد الكادر هذا اللي صورت لكم عرفتوا واعر، حمقني مبغيتش نشوف الثمن ديالو باش ما نتصدمش. واعر حمقني غزال. شوفوا الطويبلة هذه حتى هي فنة، الفوتو عندهم واعرين، الكاليتي حتى هي زوينه كتبان، ولكن راه الغلاء مغليين. وكما قلت لكم انايا الفوتويات اللي انا باغا يكونوا جوج، كيتقسموا جوج في جوج، ويكون الكوان في يعني ثوازيام بيس تكون كوان بحال هكا، يكون كورنر كتجي في الوسط. وكما شفتوا عندهم لي لامب واعرين، هاد لوميير وداكشي عندهم غزالين. شوفوا الطري هادي خطيره زعما. شوف الثمن، عرفتوا هاد الطبله هادي اللي قلت لكم الثمن ديالها كدير بثلاثه المليون تقريبا، عرفتوا انا ما عرفتش شنو فيها ثلاثه المليون. وصافي بلا ما نقول لكم على الباقي الاثمنه ديالهم شحال دايرين، غاليين بزاف الصراحه. البنات لقيت انا دخلنا للدار دابا، كما شفتوا كنا في واحد المحلات كنقلبوا على طويبله، كنشري هاد لي اورغانيزاسيون ديال البلاصه اللي بغيت نصاوب. طبله ما لقينا حتى شي طبله تعجبنا، مازال خصني نعاود عاوتاني ندخل اونلاين ونشوف لقيت شي حاجه، حيت هنايا فين حنا ساكنين ولو كاع حنا في الانجليز دائما كتلقاو محلات ديال لي مابل وداكشي تيكونوا بعاد ومفرقين وكل حاجه في جهه. حتى في ايكيا ما ولا ايكيا ما عجبتني حتى شي حاجه. فغادي ندوز نشارك معكم غير داكشي اللي شريت انا دابا باش نورغانيزي هاد البلاصه. واحد المويعنات خديتهم، واحد البنت سولتني الفيديو اللي فات قالت لي يا ايمه ما شاركتيش معنا داكشي اللي خديتي، ها هو غادي نشاركو معكم. حيت دابا كاين شي حوايج خديتهم والبارح ولا مرات هذه 3 ايام، وكاين شي حوايج خديتهم دابا ملي نخرج. سو غادي نقولو شي حوايج طلبتهم من امازون، انا غادي كل حاجه نوريكم، غادي نقول لكم منين خديتها. اول حاجه غادي نوريكم خديت هما معلقات ديال الخشب، هما هادو انا هادو ملي كنستعمل الطياب لان ما تيجرحوش المقيلات وداكشي، وصحيين حتى في التحراك وداكشي ماشي بحال الميطال. خديت جوج هادو، خديتهم من ازدا، مشيت البارح لازدا وخديت جوج من هادو. و حاجه اخرى اللي خديت هما هاد الستورج ولا هادو اللي كي يعني بس كيقادو فيهم المسائل ديالك في الثلاجه اولا في مجيرات وداكشي، باش ما تيبقاش داكشي معربز كما وريتكم انايا. فريمون عندي واحد التعربيزه ما تشوفيش فيها. سو خديت هادو، هادو اللي زوينين هو انه اللي زوين فيهم هو انهم كيلصقوا وحده على وحده، هانتوما وحده كتكون عيب بحال هكايا صغارين ماشي كبار، وكتحطوا وحده على وحده بحال هكايا صافي ما تبقاو لا يطيحوا لا والو، هانتوما كما شفتوا تبقاو لاصقين مع بعضياتهم. هادو اللي زوينين فيهم، وهادو تقموا عليا خديتهم من بيامي اللي كنتو هنايا في انجليز. خديتهم بواحد فاصله خمسين، واحد باوند فاصله خمسين سنتيم. خديت منهم ثلاثة من هادو. وثاني حاجه خديت هادي اللعيبه هادي عجبتني ديال الزاج، هادي كانت ب 12 ردوها ب 6، داكشي اللي زعمت عليها حيت ديجا كانوا فاش كانت ب 12 بحال كنت كنقول يعني 12 بزاف وانا اش ندير بها اصلا. سو ملي داروا لها 6 خديتها على حساب البلاصه ديال القهوه باش نقاد فيها، ماشي لي كابسول باش نقاد فيها سميتو مثلا الحلوه اولا الشوكولات اولا لي بيسكوي اللي كيمشيو مع القهيوه وداكشي، تيجيو بحال هكا كتجي وحده فوق وحده. هذه لابارت الفوقانيه الاولى انا جبدها لكم كامله باش تشوفوها كيفاش تتبان. كما شفتوا تجي وحده فوق وحده، كتجي بحال هكا عرفتوا. الجاج ديالها رقيق يعني يمكن تهرس لكم في اي لحظه، كيفاش بنادم خاصه الا عندكم دراري صغار تبعدوها من حداهم وما يقربوش ليها سينو غادي تهرس لكم دغيا. هكا كيفاش تجي، تيجيو بحال هكا كتجي وحده فوق وحده فوق وحده
وكديروا فيها مثلا حلوه الشوكولات لي بيسكويت اللي كيتحطوا كي وباغا نحطها انايا حدا هذاك لا ماشين ديال القهوه كتبان زوينه عجبتني صح هذه. و باش نقاد لي كابسول خديت هاد القرعه هذه عجبتني بزاف. كنت باغا نشري منهم باش ندير فيهم مثلا اش تيقولوا اليوم مثلا السكر كلاصي والكوكو وداكشي ديال الحلويات وداكشي، ولكن مغلينهم بزاف دايرين لهم 8.50 القرعه واحده، يعني على 100 درهم على القرعه واحده. عجبني الشكل ديالهم ولكن جاوني بزاف غلاو كاع بلا قياس. انا ما تنشوفش بزاف لي بريو هادي ملي كتعجبني شي حاجه، ولكن هادو بحال زادوا فيهم شي شويه. فعجبني هاد الغطايه ديالها هادي وكتسد، يعني ماشي شي وحده اللي كتحاط ولا كتسد مزيان. هادي خديتها لي كابسول باش نحطها حدا هاد الزنزه بحال هكا مع بعضياتهم يجيو. ثاني حاجه خديت هي هادي، هادو بحال الطاجيرات ولا بحال الدريجات كتحطوا فيهم هذوك القريعات اللي كديروا فيهم مثلا العطريه باش تيبانوا لكم كاملين وما تيشدوش لي سباس، وكتجي وحده تحت وحده بحال. وهذه ملي نقادها وداكشي نصاوب هذاك المبلغ اكيد غادي نسجل لكم فيديو غادي نوريكم الريزولطا فينال ولا كيفاش كيبان في الحطه، واش مزيانه ولا ماشي مزيانه. ودست البام ماشي البام يا ربي تيكا ماكس وخديت منها هاد الزليفات هادو اللي كنت خديت ديك المره، وهادو كانوا مطيحين منهم الثمن بزاف. يعني ديك المره كنت خديت جوج بخمسه، لا كنت خديت جوج بعشرة، دابا هادو تقاموا عليا اربعة بعشرة. هادو كنت خديتهم ديجا وريتهم لكم في الفيديو اللي فات، عجبوني بزاف. اي حاجه دابا حتى الباستا ولا اي حاجه صوبه اي حاجه كنديرها فيهم عجبوني، داكشي اللي زدت منهم. خديت منهم اربعة قرايب، خديت هنايا جوج ثلاثة، وهذاك هو الرابع اللي وريتكم. وحاجة أخرى اللي خديت هي هذه ديال القلي، عرفتوا هادو أشياء بسيطة اللي ما كيبغيش الواحد يخسر فيهم فلوس، ولكن أو ميم طون ملي تيكونو عندك كتحتاجي ليهم كتستعمليهم بزاف، واخا كتقولي ما كاينلاش، ولكن في الآخر فغيمون كتعطيهم استعمال في الكوزينة. هذه أنا خديتها ديال القلي باش تهزو الفريز ولا تهزو أي حاجة قليتوها بريوات أي حاجة. هادي من هاد الناحيه. و خديت هادي باش نبقى نحرك في الكحل، هادي ديال السيليكون. كما قلت لكم انا ما كنستعملش كاع الميطال باش نطيب اولا باش نحرك وهادو باش ما تيتجرحوش ليا لا المقينات لا حتى شي حاجه، وصحيا اكثر. مازال هاد السيليكون شي شويه، انا السيليكون ما عنديش معاه يدخل الفران ولا يسخن ولا هادي، ولكن هادي عجبتني داكشي علاش خديتها. وكانوا دايرين ليها انا دايرين لها اربعه، كانوا دايرين لها غير 1.50، داكشي علاش خديتها. وحاجه اخرى خديت هي وحده اخرى ديال الخشب باش نحرك، هذه شكلها زوين تيبان. هذه حتى الا بغيتو تهزو حتى الحاجه هكا يا البيض ولا هكا باش تقلبوه ولا زوين عجبتني، والخشب ديالها رطب. هذه من هاد الناحيه حتى هي كانوا دايرين لها عير 1.50، داكشي علاش خديتها. ومن الاشياء البسيطه اللي تنقولوا حنا ما كاينلاش، هادو سيداتي كيتستعملوا بزاف ديال باش تسدي مثلا اي ميكا اي حاجه بقالك منها شي حاجه وبغيتي تسديها ما عندكش فين ديريها، فهادو مزيانين باش كتسدي بهم الحاجه. وفيهم كيلصقوا، يعني فيهم هذاك الهنده باش تلصقيهم في الثلاجه اولا اي بلاصه فيها الحديد كتلصق. عجبوني الصراحه، فيهم هاد اللوينه شحال زوينين، الخضر احمر صفر زرق زوينين. و خديت طباسل كبار لان كانوا ناقصيني طباسل كبار، خديت هادو عرفتوا شحال كيحمقوا مع فيهم هاد اللون هذا ديال فيهم بحال بومبلوموس وقال هذا هتشوفوا فيه هاد اللون ترونج زويون عجبني وكبير، يعني بالنسبه مثلا تحطوا كيكه اولا تحطوا اي حاجه كتشد لي زوين بزاف الشكل ديالو عجبني بصراحه. خديت منه جوج صافي من هاد الناحيه، هادشي اللي خديت ديال الماعن من تيكا ماكس. دابا غادي ندوزو نوريكم شنو طلبت من امازون.
الاولى اللي غنوريكم اللي خديت طلبت من امازون هي هاد بحال واحد ما تبانوا لكم هنايا بحال سميتو تيكونوا بحال قريعات صغيرين ديال الدجاج وهما كبار بحال طويصات عرفت شنو تيقولوا لهم انا رياضتي تاع المغربيه ما تلقى لهم الكلمه ها ماما هادو واو واحد وصلني مهرز يعني دابا خصني نتكونتاكت معاهم ونقولها لهم وصلني مهرز شوفوا ديال حيت ديال الزاج انا خديتهم وصلني مهرز دابا خصني نريكلامي عرفتوا فني ندير الخشب هادو اللي تيداروا فيهم الملحه في الدار وسميتو وسكين كبير ولا يعني العطريه اللي كتستعمليها بزاف وكتكون محطوطه في سميتو واو ولكن عرفتي واعرين وصلوني مهرسه ما نقدرش نحلهم دابا باش نوريهم لكم لان غادي ريكلامي باش نردهم ويعاودوا يعطوني وحده اخرين ولا يردوا لي فلوس ولكن غالبا ناخذ وحده اخرين هادو راه فيهم حتى المعلقه تاع المعلقه ديالهم هنا فنين واعرين ولكن وزعما الزاج ديالهم غليظ ماشي رقيق غادي نربهم وناخذ وحدين اخرين وواحد اخرى اللي طلبت من امازون اللي هي ديال المعالق والفراشات وداكشي كيف قلت لكم قبل عندي هذيك البلاصه مرونه وهداك اللي عندي انايا فين كان اورغانيزي فيه صغاور ما كيقدنيش عندي دابا معالق بزاف وفراشات فخديت هذا ديال الخشب حاليا عرفتي كناخذ كلشي ديال الخشب لان تيحمقني هذا الخشب هذا اللون ديالو وهذا سميتو تعطي واحد النظره زوينه للعين ومريحه مريحه حتى في الشوفه خديت هذا وهذا بس زوين هو انه كيتحل كيزيد يتحل سواء اذا كان عندكم المجار صغير كتخليه قد هكا كان عندكم كبر من هكاك كتزيدوا تحلوا من هنا وعندكم مازال السباس من هنا ومن هنا فين ديروا مثلا الالومنيوم ولا البابي فيلم ولا اي حاجه ها هو هذا كيفاش تيبان منين غادي نصاوبو اورغانيزي فيه غادي نوريكم كيفاش تيجي وكيفاش تيبان عرفتي غنصرع هاد البلاصه انا متاكده غتجي واعره طوب وغادي نشاركها معكم في فيديو جاي ان شاء الله هادي جو بونس تقنت عليا بشي 15 باوند واحد 3600 ريال مغربيه واحد 17 اورو بحال هكاك هادي عرفتو بقاو فيا هادو اللي تهرسوا حق الله ناكل جنابي معول عليهم باش نصاوب الفيديو ونقاد دابا خصني نريكلامي ونرجعهم ما عرفتوش نعاود نطلبهم هما ولا صافي نستنف عليهم غنوريكم ديال العطريه اللي انا اختاريت العطريه فراسكم عرفتو يلا عاد تنحل الحاجه هادشي راه جاني امتى هادي شي 40 دابا ولا 50 هو محطوط حيت كانوا عندي امتحانات ما تنقدرش نحل الحاجه ولا ما عنديش الوقت والله ما عندي اول حاجه عطينك هاد الستيكرز هادو باش تقيدي فيهم اولا تكتبي فيهم مثلا جينجر ولا سكين جبير ولا اللي بغيتو تكتبو نتوما بالعربيه فرنسيه اسبانيه انا كنكتب بالاسبانيه ما تنكتبش بالعربيه العربيه عندي في الكتابه زيرو وعندي الكتابه بالانجلي شويه حتى هي مدربله سو كنكتب بالاسبانيه هادو هذا فيها الدواز وفيها هاد الا بغيتو تسدوهم بهاد اللعيبات هادو باش تخرج لكم غير شويه ديال العطريه اولا بغيتو غير تجيو تسدوه بالديالو انا داكشي اللي ناوي ندير ما نويش ندير لهم كاع هادو هما قريعات هما هادو جو بونس كاينين شحال 2 4 6 6 ب 2 12 كاينه 12 قرعه من هادو اللي انا خديت دابا خاصني نتشيكو ونشوف واش جات شي وحده مهرسه ولا لا باش الا كانت شي وحده مهرسه خصني نريكلامي عاوتاني ونرجع سميتو نرجع ليهم ديال هما هادو القراي عرفتو تيجيو فنيين حتى هكا الا بغيتو ديروهم في المجوره انا حيت ما عنديش مجوره وكان عندي مجوره غندير هادوك لي زيطاجير بحال هكايا اللي تيكونوا هابطين هكا وتيجيو هادو بحال هكا ها هي هادي القرعه كيفاش تتبان شفتو تبارك الله راه تقريبا اكثر من نصف يدي راها كبيره كتهز وهذه هي الغطايه ديالها كما شفتو حيت انا هادوك ديولي عرفتي كلهم تصداو ها نتوما فيها هاد العيبات باش ديرها اولا بغيتو تحيدوها انا ما غاديش ندير غادي ندير غير هكايا حيت انا كندير عا هكا بقياسي والستيكر كيجي هنايا مثلا كتكتبوا الحاجه فهمتوا كتلصقوها هنايا تيجي زوين وتكتبوا
صافي هادو هما القريعات دابا بانوا ليا هما هادو غادي نعاود نشوفوا كلشي هو عدد مهرسه حتى شي وحده كما قلت لكم دابا غادي ندخل غادي ندوز نشوف واش مهرسه شي قرعه ولا شي حاجه باش نريكلامي الا ما كانش الا كانت مهرسه شي وحده جبوا في مهرسه حتى وحده ما بانتش ليا مهرسه هو هذا دابا عرفتوا شنو غندير غنشد هادشي كامل غنغسلو وغادي ندير شي بلايصه هنا وغنخلي كلشي ينشف باش غدا ان شاء الله نبدا نورغانيزي ونسجل معكم الفيديو نوريكم ايطاب ايطاب كيفاش انا صاوبت داكشي صافي هذا مكان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى يكون عجبكم هكا هكا منساوش الاشتراك في القناه لايك الفيديو خليو لي شي تعليق زويون بحالكم وهذا منساوش تابعوني في انستغرام غادي نخلي لكم تحت في صندوق الوصف ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله بسلامه بزوات تشاو.